هنا في مديرية كتاف التي قطع أبطال الجيش الوطني فيها أكتاف الحوثي، ومن هنا من جبال عنبان وجبال طيرة القريبة من مركز مديرية كتاف تلوح في الأفق بيارق النصر واقتراب الانفراج لأبناء محافظة صعدة على وجه الخصوص، ولليمنيين عامة. وهي المديرية الثالثة من مديريات محافظة صعدة تشارف على السقوط بأيدي أبطال الجيش الوطني، فأبطال الجيش الوطني في محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي وإسناد من قوات التحالف يحققون انتصارات كبيرة ومتتالية، ويكبدون الميليشيا خسائر فاتحة في العتاد والأرواح، ويحصدون المزيد والمزيد من القيادات الميدانية للميليشيا، ويتقدمون بخطى ثابتة باتجاه مركز المحافظة، حيث تمت السيطرة على مواقع وجبال استراتيجية مهمة ومطلة على المنطقة بأكملها، مثل جبال عنبان وجبال طيلة التي تم تحريرها مؤخرا. ومن جهة أخرى، فقد تقدم أبطال اللواء حرب واحد بقيادة العميد محمد الغنيمي، وسيطروا على سلسلة جبال المقصوص في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء، والتي تبعد عن مركز المحافظة 30 كيلومتر فقط. وبهذا يكون الجيش الوطني قد توقل مسافات كبيرة في عمق محافظة صعدة، حيث تقدر المسافة التي قطعها من منفذ البقع وحتى مشارف مركز مديرية كتاف بمئة وعشرين كيلومتر، ولم يتبقى سوى 40 كيلومتر للوصول إلى مدينة صعدة. شكرنا للعميد رداد الهاشمي أو اللواء رداد الهاشمي، شكرنا للعميد ياسر الحارثي، شكرنا لأبو جبر الغنيمي، شكرنا لقائد اللواء الأحرار، شكرنا لكل القيادات في هذه الجبهات وفي هذه المحاور، شكرنا كذلك أيضا للأخ عبد الكريم السدعي العميد البطل، شكرنا لقائد اللواء التاسع أبو يوسف. كذلك أيضا نقول لإخواننا في محافظة صعدة أننا قادمون لا من أجل تهديم البيوت ولا من أجل السحل ولا من أجل القتل، وإنما جئنا لنحرركم من هذه الفئة المجرمة التي طردت أبناء صعدة، أبناء محافظة صعدة من صعدة، والتي أخرجتهم وهجرتهم. ونقول أن إن شاء الله الأمن والجيش القادم هو لأجل تأمين المحافظة وإعادة الأمن والسلام لمحافظة السلام. ويعتبر خبراء عسكريون أن تقدم الجيش بهذه المسافة الكبيرة في عمق محافظة صعدة مع غيل الحوثيين دليل واضح على اقتراب نهاية الميليشيا والضعف الكبير الذي يعتريها. ومن هنا أننا ندعو أخواننا وأصحابنا أبناء مديرية كتاف والبقع للانضمام مع قوات الشرعية وعدم الانجرار مع الميليشيات الكهنوتية، ميليشيات الحوثي الذي كلفتهم للدمار وتشريد أبناء محافظة صعدة، والحيث وأن الشرعية ليس دعات فتن ولا انتقام، والناس أخوان جميع. قد اجتاز الجيش الوطني المناطق الصعبة كلها، وقريبا سيصل إلى محافظة صعدة ولا أن بقى قليل. ومن هنا ندعو أبناء محافظة صعدة إلى عدم الانجرار وراء خرافات وشائعات الحوثي الكذبة، فأبناء الجيش الوطني هم إخوانكم وأبناء جلدتكم، ويريدون الخير لكم ولجميع أبناء الشعب اليمني، كما ندعو المقرر بهم في صفوف ميليشيا الحوثي إلى عدم الانصياع لأوامر عملاء إيران وأصحاب المصالح ومصاصي الدماء الذين يتغذون على الحروب، ونقول لهم إننا إخوانكم، نحن أبناء محافظة صعدة، ومعنا أبطال الجيش الوطني قادمون بإذن الله تعالى إلى محافظتنا، وسنعود إلى منازلنا رافع الرؤوس شامخ الهامات.